عبد الله من مكة، تفضل أخي عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عندي سؤالين. تفضل. هل صحيح أن الدعاء مستجاب بين الظهر والعصر يوم الأربعاء؟ والحديث طيب. يجاوب الشيخ على السؤال. تفضل. لا، ارتباط بين الظهر والعصر ويوم الأربعاء لا دليل على ذلك، ولكن يدعو الله في كل وقت وفي كل يوم، فإن الدعاء هو أفضل أنواع العبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فيدعو الله في كل وقته، كل ما، وخصوصا عند الحاجة، عند حاجته يدعو الله عز وجل، ولا يرتبط بيوم معين أو بساعة معينة، إلا إن كان من باب تحري الإجابة أكثر، مثل الدعاء في آخر الليل، الدعاء في القنوت، الدعاء في السجود، قال صلى الله عليه وسلم: أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. فيدعو الله، وكذلك في يوم الجمعة، فإن فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا وهو يصلي إلا وهو قائم يصلي إلا أعطاه الله إياه، وكذلك هذا تسمى ساعة الإجابة في يوم الجمعة، وكذلك في ليلة القدر من رمضان. هناك أوقات يرجى فيها قبول الدعاء أكثر من غيرها، يرجى فيها الإجابة أكثر من غيرها، وهناك حالات مثل السجود يرجى فيها قبول الدعاء أكثر من غيرها. نعم.